للتسبيح بعد فريضة شروط كالعدد مثلا يجب أن يلتزم ب 33 مثلا، أم أنه يستطيع أن يزيد على ذلك؟ أم أن الزيادة مخالفة للسنة؟ وكيف يكون التسبيح والتحميد بعد الصلاة بشيء من التفصيل؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن التقيد بالوارد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر مطلوب، فهو يفعل هذا التحميد امتثالا لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقيد بذلك فيه سر عظيم وفيه فائدة كبيرة. وإذا أراد أن يزيد على ذلك من باب الذكر المطلق فلا بأس، أما الذكر المقيد فلا يزيد فيه. الذكر المقيد ب 33 تسبيحة و 33 تكبيرة و 33 تحميدة وختام 100 لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، يجب التقيد بهذا الذكر المقيد. أما الذكر المطلق فالإنسان يذكر الله في أي وقت وبأي عدد تيسر له ذلك، فهذا يتضمن الذكر المطلق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.